السلام عليكم الاخوه والاخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو على احسن ما يرام. سالو مي شيرز امي، جيسبر كو فوز الي بيان. بيانفينو سور ما شين افيك اون نوفيل فيديو اي اون نوفيل ريسيت. وصفه ديال لاير كيك، غادي نخليكم تشوفوا الوصفه بالتدقيق، راه حقاش راني شرحتها بالتفصيل الممل. غادي نخليكم مع الفيديو، هي غادي تشرح لكم اكثر. Je partage avec vous une recette de layer cake. Il est super beau, super bon et vraiment facile à préparer. Réussi à 100%, je vous laisse avec la vidéo. Tout est expliqué détail par détail, étape par étape. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجوهم على حسب لاكاناج ديالنا شوكولا بلون، غادي نحتاجو 600 غرام ديال الشوكولا بيضاء بحال هكا مقطعه بحال هكا، وغادي نحتاجو 200 مليلتر ديال القشده الطريه السائله 30% من المواد الدسمه، وشويه ديال الكولورون اليمونتير. الا كان عندكم جيل ديروا جيل، ما كانش عندكم جيل ديروا البودر كما انا درت. دونك يفا نو فالوار بور نوتر غاناج 600 غرام دو شوكولا بلون كوم فو بوفي لو فوار ici coupé en petits morceaux, et puis 200 ml de crème liquide, 30% de matière grasse, et je vais rajouter un tout petit peu de colorant blanc. Moi j'ai en poudre, donc j'ai pas de gel. Si vous avez du gel, vous le mettez, moi il me reste plus de gel, donc du coup je vais mettre un petit peu en poudre. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نشدو هاد الكريمه هادي، غادي نسخنوها مزيان 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 حتى كتغلى معنا مزيان، نزيدو لها شويه ديال الكولورون بلون، هاد البودره هادي بيضاء، ومن بعد غادي نبداو نخويوها على هاد الشوكولا هذا، وغادي تتبعوا معايا المراحل. دونك نو زالون كومونسي بار شوفي لا كريم، دونك ستادير لا ميت اون ايبولوسيون. جو في راجوتي ان تو بتي بو دو كولورون بلون دوسو، اي انسويت جو كومونسي لا فيرسي تي تا تي سور مون شوكولا، اي نو زالون سويف انسامبل لو تو اون فيديو. هنا كيما كيبان لكم، فانا خلطت الكناش ديالي اللي غادي نديرها من فوق من الكاطو ديالي، كتجي على هاد الشكل هذا. الا بان لكم بلي مازال عندكم لي مورسو ديال الشوكولات، ممكن انكم تذوبوهم في، يعني غتهزوا الخليط كله ديروه في الميكرووند، ولا ديروه في حمام مرين، يعني ما كاين حتى شي مشكل في هذه المساله هذه. ومن بعد كتبقاو تخلطوا حتى كيبان لكم الشوكولا كله ذاب بحال هذه الطريقه هذه. هنا راه عندي كاع الشوكولا ديالي دايب. سي جامي فو فويي كيل فو ريست دي مورسو دو شوكولا كي سون با انكور كومبليتمون فوندو، فو بوفي ميت لو ميلانج ديريكتومون او با ماري او سينو او ميكرو اوند. دونك فوالا، لا جو في فيلمي ما غاناش، اي جو في لا ليسي ا تمبيراتور امبيونت دوران 4 اور. Sinon, si je suis vraiment pressée pour la faire, donc je la laisse une heure au réfrigérateur. Donc là, on va mettre le ganache de l'huile, ça fait cool, ça fait bon, c'est bien, c'est bien. On va mettre le film alimentaire avec le plastique, le cellophane ou le plastique, ou la kifache qui est goulouli,
وغادي نخليها هنايا يعني في غير في الكوزينه هنا على براني مده 4 سوايع، اولا الا كنت زربانه عليها نخليها واحد ساعه المكانه في الثلاجه حتى تقصح واحد شويه، وعاد باش غادي نبداو الخدمه بها. فديك الوقيته اللي خليت هذيك الكريمه ديالي كتبرد، انا هنا غادي نصايب هذاك التزيين اللي غادي يخصني على حساب الكاطو ديالي. هنا كان عندي لاجينوز اللي ديجا بردات اللي غادي نقطعها، وهنا عندي هذيك الورقه جين فوتو كوميستيبل، كي كتكون تصويره كوميستيبل اللي غادي نقطعها ونصايب بها التزيين ديال الكاطو ديالي. دونك اون اتونون كو ما كريم غفروجي جي في ما جينواز كي بيان فرواد، جو لا ديكوبي اون بتيت اون 4 اون 3 جو سي با، جو فوار سكو سا فام دوني. اي اوسي جي ما فوي دو ديكوراسيون. D'habitude je prends en sucre mais là j'ai pas trouvé, donc j'ai trouvé qu'en azim, donc j'ai fait faire une feuille, une photo comestible en azim que je vais découper et puis je vais décorer. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. هنا كما كيبان لكم فانا قطعت كاع هذوك الديكورات اللي كاينين هنا عندي، وغادي نشد هاد العجين ديال السكر هي اللي غادي نخلطهم اونصومبل، وغادي نشد المهم غنشد غير داكشي اللي غيكفيني على حساب هاد الديكورات هادو. المهم نتوما تشوفوا معايا الطريقه في الفيديو. دونك لا كوم فو بوفي لو فوار ici، دونك جي ديكوبي توت ما ديكوراسيون ici، et ensuite je vais prendre ma pâte à sucre, je vais mélanger les deux, je vais prendre vraiment ce qui va me suffire pour ma petite décoration. Vous allez tout voir avec moi en vidéo. من بعد ما قطعت هذوك الديكورات كلهم اللي كانوا عندي باش نزين هذاك الكاطو، غادي نجي غادي نلاصق هاد الديكور ديالي مع هاد لاباتا سوكر، وغادي نلاصقها بهذيك الكوله اللي كتكون سبيسيال ديال الماكله، كول سبيسيال اليمونتير. الا ما كانش عندكم خذوا شويه ديال الناباج ولصقوا بها هاد الوراقي هادو اللي كيكونوا ديال لازيم اللي كيكونوا من الفيكولون ديال البطاطا، هما ماشي بحال الورقه ديال السكر، هادو الا قاسهم الماء كيخسروا في ساعة، خاص ما يقيسهمش الماء. انا ما كانش عندي الوقت باش نكوموندي هذيك ديال السكر، فغادي نقضي غير بهذه دابا اللي كاينه عندي. دونك كما قلت لكم هنا خاص ديروا غير شويه، راه نتوما غادي تشوفوا شويه ديال هذيك لاكول، ومن بعد غادي نلصق كل ديكور غنلصقوا على لاباتا سوكر ديالي. دونك ابري افوار ديكوبي توت ما ديكوراسيون كوم فو بوفي لو فوار ici جو في لي كولي اون فيت افيك دو لاكول اليمونتير. دونك سا سوا ان بو بارتو، سي فوز ان افي با sur place, vous pouvez mettre un peu de confiture ou un peu de nappage éventuellement, mais très peu, vraiment très peu, car cette feuille là c'est vraiment délicat à travailler avec. Si jamais elle touche l'eau, elle va s'abîmer tout de suite, elle attend pas. Si vous avez la possibilité de commander en sucre, ça serait beaucoup plus mieux. Moi j'avais pas le temps parce que le gâteau il était vraiment c'est une commande à la dernière minute, en plus je connais très bien la cliente, donc j'ai pas voulu lui dire non. Et mais sinon je me suis un petit peu débrouiller pour lui trouver la décoration qu'elle voulait.
بالنسبه للكريمه اللي غتكون عندنا لداخل في الكاطو، انا غادي نصايب هنا واحد الكريم ديال الماسكاربون والقشده الطريه السائله اللي غادي نطربهم حتى يوليو بحال لاشونتيي. هنا درت 300 غرام ديال الكريمه و 200 غرام ديال الماسكاربون. غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف، وغادي نزيد عليهم هذا الكيندر بوينو، هذا الشوكولا، هذا هو اللي غادي نزيد. غادي نحاول نهرمشو واحد شويه ونزيدو على هذه الكريمه هذه، من بعد ما غادي نطلعها وانتم غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي يكون الشكل ديالها. دونك جو ديزاي كو بور مون فوراج انتيريور دو غاتو جو اي اتيليزي دو كيندر بوينو اي جو اي اتيليزي اون كريم ا باز دو ماسكاربون اي كريم ليكيد. لا جي مي 300 غرام دو كريم ليكيد اي 200 غرام دو ماسكاربون. جو في با راجوتي دو سكر، انا ما غاديش نزيد السكر لحقاش عندي هذا حلو، وعندي الجينواز فيها السكر، وعندي حتى داك الحليب اللي غادي نسقي به الجينواز ديالي حتى هو غادي يكون حلو، وعندي داك المهم الحلاوه غتكون كثيره بزاف. دونك ما غاديش نزيد انا السكر في هذه الكريمه هذه، غادي نكتفي غير بهذا الشوكولا هذا. دونك كوم جي ديزاي جو ديزاي كو جو في با راجوتي دو سكر كار جي ما جينواز كي اسي سكري، جي مون كيندر بوينو كي اسي سكري، جي غاناش ما غاناش اكستيريور qui me recouvre le gâteau qui est aussi plein de sucre. En tout cas, je ne vais pas rajouter beaucoup plus de sucre car je pense que c'est largement suffisant en fait au niveau du sucre avec tout ce que je vais mettre dedans. Je vous laisse continuer la vidéo. وهنا كما كيبان لكم بعد ما دوزت هذيك الكريمه ديالي واحد ساعه تقريبا ديال المكانه في الثلاجه جبدتها، فكتكون قاصحه على هذا الشكل هذا. غادي نشدها وندوبها واحد شويه في الباماري وغادي نبدا نخدم بها. نتوما غتشوفوا معايا كلشي في الفيديو. Donc comme vous pouvez le voir ici, ma crème est complètement dure, donc je l'ai laissée une heure au réfrigérateur. Là, je vais la prendre, je vais la mettre au bain-marie, je vais la faire fondre et je vais commencer à travailler avec. هنا كما كيبان لكم فانا وجدت كلشي عندي. هذاك المول فاش غادي نمونطي انا الكاطو ديالي ديما كنمونطيوه ا لونفير. عندنا هنايا هذيك الكريمه ديالنا اللي غادي نديروها في الجناب واللي غادي نغطيو بها الكاطو. عندنا الكريمه اللي غنديروها لداخل، عندنا هنا الحليب بالشوكولات، وعندنا هذاك البوينو اللي تاهو غادي نديروه لداخل. دونك لا جي تو بريباري مون مول كي بيان bien fait pour mon gâteau. Je vais travailler mon gâteau à l'envers comme d'habitude. Donc j'ai mon gâteau qui est coupé comme vous pouvez le voir ici. J'ai ma crème de couverture plus l'intérieur. J'ai la crème de l'intérieur aussi. J'ai mon lait au chocolat également. Et mes petits morceaux de bueno. Donc voilà, on va commencer le montage. بالنسبه للطريقه فهي واضحه ومشروحه مزيان في الفيديو، غادي نخليكم غير تتبعوا الفيديو مزيان وراه كلشي باين وكلشي واضح. pour le montage du gâteau je vous laisse suivre juste la vidéo, tout est expliqué étape par étape. من بعد ما كنكملوا المونتاج كنفيلميو مزيان هذاك الكاطو ديالنا وندخلوها للثلاجه حتى تبرد مزيان على الاقل على الاقل واحد ساعتين ديال المكانه، ونخرجوها ونبداو الخدمه بها كما كيبان لكم في الفيديو. اون فوا مون مونتاج اي فيني جي مي مون غاتو او ريفريجيراتور دوران 2 ا 3 اور جو لي سورتي بار لا سويت جي في فوندر لو ريست دو لا كريم كي مي ريستي اي جو كومونس ا ريكوفرير مون غاتو.
من بعد ما خرجت الكاطو ديالي من الثلاجه هذيك لاكاناج راه كتكون قاسحه، يعني حتى هذيك اللي بقات عندنا اللي غادي نديروها من فوق من الكاطو هي كتكون قاسحه. هذا لا يدل على ان الكريمه ديالكم راها خسرات، بالعكس الكريمه ديالكم راها ناجحه 100% 100%. غادي غير تشدوها تسخنوها في الباماري ولا شويه في الميكرووند وغتبداو الخدمه بها كما كندير انا بحال هكا. غادي نخليكم تكملوا الفيديو، فانا كملت غير التزيين ديال هذا الكاطو هذه. كما كنقول لكم التزيين كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب الموجود وعلى حسب المتوفر عندكم، على حسب داكشي اللي كيقول لكم راسكم السوق بلاص فاش كتكونوا كتزينوا داك الكاطو. انا ماشي كنقل من شي حاجه، انا كنبقى نحط وكيبان لي هذه زوينه وهذه خايبه وصافي، وتنبقى نديكوري الكاطو ديالي بداكشي اللي كيقول لي راسي وخلاص. نخليكم تكملوا الفيديو ونعود نتلاقاو من بعد. Donc je disais pour la décoration, franchement j'improvise, je laisse juste mon imagination parler et puis je décore comme je sens, voilà tout simplement. Donc pour la dorure, ici j'ai pris de la poudre or alimentaire, ça se vend un peu partout. J'ai rajouté un tout petit peu d'huile et puis j'ai commencé en fait à colorer, à faire les contours de mes images et de mon gâteau. هنا كيما تيبان لكم فانا خديت هذاك البودره ديال الذهب وزدت عليها واحد النقيطه، راه خديت غير شويه وزدت عليها واحد النقيطه صغيره ديال الزيت الروميه، كتخلطوهم مزيان وكتبداو ديروا بهم هاد الزواق هذا كما كيبان لكم هنا. هنا بالنسبه لهذوك الدميعات اللي كيبانوا لكم هنايا في هاد الكاطو، خديت غير داكشي اللي بقى ليا من ديك الكاناش اللي درنا بها هذاك الكاطو كله. الا بغيتو تزيدوا لها شي كولور زيدوه ليها، ما بغيتوش تزيدوا ليها شي ملون غادي ديروها غير هي كما انا درت ليها بحال هكا وحطيتها فوق من الكاطو ديالي. Pour les couleurs que vous voyez ici sur mon gâteau, j'ai juste pris le reste de ma ganache et j'ai décoré avec. بالنسبه لهاد الورود هادو اللي انا دابا كندير هنايا فوق من هاد الكاطو، فهو غير لا كريم شانتيي، خدمتها بالقشده الطاريه السائله وشويه ديال الماسكاربون صافي، وصايبتها بحال هكا مع شويه ديال السكر وطلعتها وبديت ندير بها هاد الزواق هذا. Pour mon petit glaçage ou ma petite décoration de gâteau, j'ai pris 150 g de crème liquide et j'ai pris 50 g de mascarpone, un peu de sucre, je les ai montés et ensuite je les ai pochés au-dessus de mon gâteau. بالنسبه لبقيه التزيين فكانت شي حاجه اللي ساهله، غير شويه ديال المورينغ، شويه ديال الشوكولا، شويه ديال الماكارون وصافي. هادشي اللي كان عندي في الكاطو ديالي، نخليكم تكملوا الفيديو. Pour le reste de la décoration de mon gâteau, j'ai juste pris quelques bueno, quelques macarons et quelques meringues. Je vous laisse finir la vidéo. اخوة والاخوات كملت الفيديو ديالي، كنتمنى ان هاد الوصفة تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر، فكتجي حلوة رائعة جدا وراقية جدا. المهم خليت لكم الراحة، ما تنسونيش باللايك لي بارتاج وتابونوا باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله. Sur ce les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette et une nouvelle vidéo.